المغرب معروف بزاف ببحوره الكبار بالصحراء ديالو ورمالها الذهبية، ولكن قليل اللي تعرف جبالها العالية ومناظرها الخلابة اللي كتختلف واحد الاختلاف عجيب، وهذا الشيء اللي كيجعل من المغرب واحد من أجمل المواقع التسلق في العالم. المغرب تسحر ماشي غير بالمناخ الزوين والجو اللي نقي، ولكن تجذبنا أكثر بناسه اللي قلبها طيب وروحها مريحة. شدينا الطريق باش نمشيو في رحلة ثقافية ديال التسلق، نكتشفوا فيها جبال الأطلس والثقافة ديالهم العريقة. من بعد 6 سوايع ديال الطريق من الدار البيضاء لأعماق الجبال المغربية، وصلنا دابا لزاوية أحنصار فين كاع الطرقان كتسالى. بدلنا السيارة ديالنا بالبغلة باش نوصلوا الماتريال ديالنا لتغيار، وحدة من القرى المعزولة في جبال الأطلس. ساعتين دالمشي باش نوصلوا للقرية التغيار اللي معروفة من الستينات بتضاريسها العالية واللي مواتية للتسلق. عائلة أجداد رحبوا بنا في دارهم في وسط القرية اللي مبنية على علو 1700 متر. هاد القرية اللي ممكن توصل لها إلا بالمشي كتستقبل من الستينات أشهر وأمهر المتسلقين اللي تحلوا الممرات. كيمكن لك تشوف المئات من الممرات من مختلف المستويات اللي كتوصل حتى الويت سي بلوس. لا علاش؟ وراه صغير اللي غداك الشاغ دات كاغي غولي ذني نا حقا وراني دات قد كان يرومين وهو سلكور دايو يمشي نا قد تمران تغطن دات تغمان تغطن تمرين داغي غولي الناس يا الكور دا نقاسيا نورقاز نزقوق ولدال تدياسي التياسي تغط مرستين السيري يريج يلي يجي لنوي دائما تجاه صغن النار يبي صغن يغن الدواء غريد يمشي اللي بعد انا وانا نزرات. احنا كمتسلقين بغينا نديرو الثقافة ديال التسلق في البلاد باش المغاربة يوليو زعمو اكثر على التسلق ويتيقو اكثر في الماتريال. مع المرشد ديالنا احمد سعيد دخلنا المضايق التاغيه، الطريق اللي كتوصل لفينا نتسلقوا كلها حافات. تبعنا الطريق اللي رسموها الروح البسطاء هادي سنين. فاش كنا صغار كنمشيو مع الكوار كنتخباو، ومن بعد فاش عطاونا الكوار لي ماتيريال وكذا عندنا الامكانيات باش نطلعو، ولاو الدراري شي دراري اخرين كيعرفو يتسلقو، كنا كنمشيو باش نتسلقو. والدينا كيخافو منا باش ما نطيحوش وكذا. المهم ديما 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 كيتبعونا، بعض المرات كيشوفوك كتسلق كترجع ممكن تاكل الدق على ود داك الشيء باش ما تعاودهاش، ولكن مع الثقه ديال اللي هو كتسلق معاه عارفه عنده ريكسبيريونس وكذا الثقه ما كيبقاش داك الخوف، حيت فريسكا راضي الا خفتي راه ما غدير والو، حيت العدو ديال المتسلق اكبر عدو ديال المتسلق هو الخوف. الا كتخاف ما غاديش تطلع، ما خفتيش راه حيت داكشي كيبغي التركيز بزاف، خصك تركز باش تعرف كيفاش تطلع.
لي تكنيك ديال لا فوا. تاغيا ماشي مجرد بلاصه اللي يمكن لك دير فيها التسلق وصافي، لا، تاغيا قريه في اللي يمكن لك تعرف فيها على الكرم والضيافه الامازيغيه الاصيله. هذه المنطقه كتجذب ايضا الناس اللي كيبغيو المشي او الجري في الجبل واللي يستمتعوا بالوديان الهادئه ديال جبال الاطلس. قبل كانت عندي ديما الفكره ديال كنشوف شي في شي فيلم شي لقطه ديال الاسكالاد شي حاجه بحال هكا، نقول بغيت ندير هذا السبور هذا، ما عرفتش علاش كانت عندي واحد الفكره في دماغي ومقتنع بها انه واحد 99% ما كاينش هذه الرياضه هذه في المغرب، ما كدارش ما كايناش، كيبان لي داكشي فيه الريسك فيه داكشي ماتيريال شي حاجه اللي في شكل مهم كنقول راه ما كاينش. في 2017 تقريبا قلت بديت كندير ديرو سيرش كنقلب كنشوف شنو زعما، حاولت نرجع نقلب على هاد لاكتيفيتي واش كاينه في المغرب، بديت كنقلب تلقيت انه كاين وبالعكس كاين مناطق وكاين اماكن اللي هما معروفين عالميا في الاسكالاد، كيدير فيهم الاسكالاد كيجيو الناس من كاع البلايص في العالم باش يديروا الاسكالاد هنا عندنا في المغرب وحنا ما عارفينش انه كاين هاد الشيء هذا. النادي الفرنسي للتسلق في الدار البيضاء الكاف واحد من أهم العوامل اللي ساهموا في تقدم الرياضات الجبلية في المغرب. هذا النادي حاضر هذه 60 سنة دابا، وكان افتخروا بكوننا جزء من هذا النادي كمرشدين جبليين، كنحاولوا نديروا ما في جهدنا باش نكونوا ونعاونوا متسلقين آخرين يمارسوا هذه الرياضة في أحسن الأجواء. تودغا اللي هي يعني الطريق دايزه وسط لي غورج، كيمكن لك انك توقف الطوموبيله ديالك ما تمشاش حتى 2 متر ولا 3 متر تلقى لي فوا ديال الاسكالاد بعدين تقدر تبدا تكرامبي فيهم، اللي هي يعني باش توصل لها ساهله بزاف، كاين لها الطرقان بزاف شحال لي جروب ديال لي زالمان ديال لي فرونسي صبريون بولونيا الجات ماريكان كلشي شينوا جابور كلشي دازو عندي، دار تيويرا كترحب على كلشي، كيجيو كيجلسوا 10 ايام 15، لان اللي بغى يبقى معنا في ليكورج راه خصو واحد العدد ديال ماشي غير نهار يمشي خصو واحد 7 ايام 10 ايام 8 ايام باش يدير التسلق، لان كاين بزاف طرقان بزاف شي 700 ولا 800 ولا والله ما نعرف معنا شحال اللي كاين معنا ديال الطرقان اللي كاين، غادي تبقى هنا غادي تنسى راسك. الاسكالاد تبدا فيه تقريبا من الستينات من 1964، كانوا السياح الفرنسيين هما اللي كيجيو هما الوحيدين اللي كيجيو للمنطقه باش يديروا تسلق الجبال، وجاو عاوتاني المتسلقين الصبليون اللي جاو ايكيباو لي فوا، وكان واحد الجروب من بلجيكا وهولندا بقاو 3 شهور تقريبا جابوا دي غروب الكتروجين، وهما اللي داروا في الثمانينات لو بروميير ويت ا لافريك، حتى ولات مضايق تودغا مدرسه عالميه، كل مدرسه كتحاول تدير لي فوا ديالها في مضايق تودغا. حنا وقعت لينا بزاف ديال لي زاكسيدو هنا في الناس ديال المنطقه والرحاله بعض المرات كيسويفيو لي شيفغ بحال دابا اللي كيسويفيو لي شيفغ في الجبل وكيطيح هو، والمشاكل اللي وقعت لينا في الثمانينات وحتى في السبعينات هي العيالات ملي كيمشيو باش يهزوا الخشب. في التسعينات كنت هنا، كانت الوالده ديالي وبزاف ديال العيالات كيجمعوا كل نهار خصهم يمشيو للجبل باش يجيبوا الخشب، باش يجيبوا كيمشيو مع الخمسه ديال الصباح وكيرجعوا مع العشره،
عندهم واحد تقريبا واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع وما عندهمش لي طوخش ما عندهمش يعني كاين وما عندهمش لي شوسون ديال لا روندوني عندهم غير الصباط ديال الميكا هذوك ديال الباهيه يعني كيلبسوا غير الطقاشر يعني كاين واحد ولكن ابارتير ديال 1999 2000 ملي جا الضوض تقريبا ولات كتبدل شويه بشويه ولات دابا تبدلات ما كاينش دابا العيالات اللي كيمشيو للجبل باش يجيبوا الخشب وباش يجيبوا كنتي محترف ولا مبتدئ ضروري ما تمر من تجربة الخلعة تطيح وانت كتطلق هذا يقدر يكون تحدي وفرصة تعيش لحظة في سكيل مع الجبل حيث صراحة هو واحد تفصيل عجيب في التسلق كتطيح في الخوا ولكن كتبقى عايش أمل لاغو ما كيجيوش ليها المتسلقين بزاف كان عندنا الزهر نتلاقاو يوسف مرشد محلي اللي ورانا بزاف التفاصيل التسلق في المنطقة أول مرة ندير ليسكالاب كان واحد الخوادري خدام في لاكلوبيرج تنمشي أنا وياه لتما أول مرة مشيت تسلقت تنطلع حتى النص وتخلعت ما فيا اللي يطلع ما فيا اللي ينزل وعقلت على واحد القاوري جبد الموز قال لي غتكمل ولا نقطع لك الكوردة وبكيت نتعجب قلت دابا اش غندير وبدا يشجعني قال لي غير دير راه غتطلع ولقيت الصعوبات في الاول لان تنخاف غير تيطلق لي الكوردة تنبغي نبكي يطلق الكوردة تنبغي نبكي المهم داك النهار صافي خلاني هبط وبالغدا عاوتاني رجعت معاه داني البلايص اخرين قال لي عندك البلايص اخرين اللي تقدر ديرهم ومن ثم صافي بدينا وتنجر معايا الدراري تنقول لهم يلا هم ديروا الاسكالاد وهادي بديت انا لقيت صعوبات مع الوالده ومع مالين الدار المهم تيقولوا لك لا ما تمشيش راه غطيح راه هادي وشحال من مره تبعتني الوالده للجبل شحال من مره تبعتني للجبل وتنرجع كتبعني وتنرجع قالت لي غير نشوف تطلع ولا شي حاجه ولا هادي قالت لي غنسخف لان راك عارف كتخاف يوسف لقانا مع كاترين الصديقة الروحانية ديالو اللي كتعيش في نفس المنطقة باش نهضروا معها على الخوف وكيفاش كيأثر على عقلية المتسلقين My philosophy in my home is called Sense Atlas Yes Synergistic environment will create natural solutions Exactly Don't make life more difficult by trying to get natural solutions in an artificial environment Yes What is fear? What is it? What does it need to survive? I believe it's, as you said, you keep thinking of it. Absolutely. Yeah. It needs time. The longer you wait, yeah. the more the fear that will happen. And then you will either do one of two things. You will either fight or flight. For example, when we came to Amulago, we tried to climb the big wall. I'm very careful. And somehow I feel that this scare is blowing up everything. You and your body must be one. Yes.
when you have fear, you and your body are two. Exactly. You have to be one with the mountain. You have to be one with the equipment. You have to be one with yourself. When these qualities are achieved through deep contemplation of what you're doing in this area, you cannot be outside the now. And in the now, there cannot be fear. And if you want to think of one activity that kind of says, you've got to be in the now in this, I think climbing is probably one of the best activities.